بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، أهلا ومرحبا بكم في قسم الهندسة المدنية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن دارسي لو، وده الجزء السادس في شابتر 4 اللي هو السي بي جي مين في الصويا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن دارسي لو. إيه دارسي لو دوت؟ دارسي لو ده ببساطة خالص عشان ما تتلخبطش فيه، هو اللي بتتبعه سريان أو بيتبعه سريان المية في فراغات الصويل. يعني إيه؟ يعني أنا عندي دلوقتي مية، في فرق ضغط ما بين هنا وما بين هنا، فرق ضغط اسمه H، كويس، وطول العينة بتاعتي L والصويل كروس سيكشن أريا. هو دارسي بيقول لي ايه؟ الميه بتمشي هنا بسرعه، واحنا اتفقنا ان البريميبيليتي هي مدى سهوله سريان الميه في الفراغات. فبيقول ايه؟ بيقول والله لو انا عندي لامينر فلو، يعني مفيش تقاطع في السريان بتاعي، فان السرعه ديت، سرعه الميه ديت بتتناسب مع الهيدروليك جريدينت اللي هي الاي. يعني بيقول فور لامينر فلو ديسشارج فيلوسيتي بروبورشن تو هيدروليك جريدينت، يعني الفي بتتناسب مع اي. وعشان اشيل علامه التناسب احط الثابت، فحط الثابت ده اسمه كي، وسمى الكي ده اللي هو الكوفيشن اوف ايه، اوف بيرميابيليتي. طيب لو انا عايز اجيب الكيو، احنا اتفقنا ان الكيو بتساوي الفي في الاي، يبقى الكيو بتساوي ايه؟ كي في اي في اي، حيث الفي اللي هو الدي سي تشارج فيلوسيتي، الهيدروليك جريدينت اي اللي هو الاتش على مين، على ال، كوفيشن اوف بيرميابيليتي اللي هي الكي، والكيو اللي هي الدي سي تشارج بتاعتي. ان شاء الله في المرات القادمه هنشوف التطبيق بتاع الكي ديت هنجيبه ازاي، وإيه تعريفه بالضبط. شكراً.